يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل المال من حله ومن حرامه ثم تاب إلى الله من ذلك هل يكون عليه شيء؟ نعم، يتخلص من الحرام. إذا كان عنده مال حرام يتخلص منه بأن يضع في مشاريع عامة تنفع الناس، وليس له في ذلك أجر، وإنما هو من باب التخلص. مثل المال الذي ليس له مالك يوضع في منافع المسلمين مع التوبة إلى الله منه. نعم.